ممنوع تفوت. ما فهمت شو ما اقدر ادخل؟ اسمع اثنين بلا فيزا ممنوع تفوت. حبيبي هذا مكتبي شو ما اقدر ادخل؟ من اليوم بلا فيزا ممنوع تفوت. هذا الشيء حرفيا اللي صار باهل المغرب، مدينتين على ارضهم، واحده اسمها سبته والثانيه مليله. محطات بحراسه مشدده، عساكر واسلاك شائكه، تابعات للسياده الاسبانيه، وممنوع يدخلها اي مغربي الا بفيزا شنغن. زين شنو قصه هالمدينتين؟ وليش صاروا تابعين لاسبانيا؟ رغم انهم مدينتين مغربيات جغرافيا وتاريخيا. تقع مدينه سبته على الساحل المغربي عند مدخل البحر المتوسط على مضيق جبل طارق. مساحتها 20 كيلومتر مربع تقريبا، ويسكنها حوالي 80,000 نسمة. وكانت القاعدة اللي انطلق منها المسلمين لفتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد. احتلها البرتغاليين بعد سقوط الأندلس، وعطوها بعدين لإسبانيا اللي بدأت حكمها من مئات السنين. لكن بسنة 1995 قررت إسبانيا منح سبتة الحكم الذاتي تحت سيادة التاج الإسباني. أما مدينة مليلة فتقع على البحر المتوسط قريب من الحدود الجزائرية، سيطرت عليها إسبانيا بعد سقوط الأندلس. مساحتها أكثر من 12 كيلومتر مربع، ويسكنها أكثر من 70,000 نسمة. ونفس مبدأ سبتة عطتها إسبانيا الحكم الذاتي بسنة 95. على الرغم من حصول المغرب على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي والإسباني بالخمسينات، إلا أن إسبانيا رفضت الانسحاب من سبتة ومليلة بسبب موقعهم الجغرافي المهم والمميز على مضيق جبل طارق. سيجتهم بالأسلاك الشائكة، وبدت عبر السنوات الطويلة تغير التركيبة السكانية للمدينتين بزيادة عدد الإسبان على حساب المغاربة السكان الأصليين للمدينتين. حاولت المغرب استعادة المدينتين أكثر من مرة، سواء عن طريق أعمال العسكرية أو الحصار مرات، أو عن طريق الثورات والاحتجاجات من قبل سكان المدينتين بالداخل ضد الإسبان مرات ثانية. استمرت المحاولات لسنوات طويلة، لكن كلها فشلت بدون أي فائدة. ظلت المغرب لليوم تطالب بالمدينتين وتعتبرهم أراضي محتلة، لكن الأمم المتحدة رفضت مطالبات المغرب واعتبرت أن المدينتين تابعات للنفوذ الإسباني. يجمع بين المغرب وإسبانيا علاقات تجارية واقتصادية قوية، لكن وبسبب ملف مدينتي سبتة ومليلة تتعقد وتتشنج العلاقة مرات بين الدولتين، ومرات ترجع تهدأ. وأكيد كلنا شفنا من أسابيع قليلة موجة المهاجرين الكبيرة اللي وصلوا لسبتة من داخل الأراضي المغربية، الشيء اللي خلق جدل وتوتر جديد وكبير بين المغرب وإسبانيا. بالنسبة للمغرب وبالنسبة لنا بكوكب اشرح لي، سبتة ومليلة راح يظلون مدن مغربية، راح يرجعون يوم الأيام. وانتوا شو رايكم؟ شاركونا بالتعليقات. نشوفكم الحلقة الجاية. مع السلامة.